سلام صحابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى كاملين تكونوا يا ربي بخير وعلى خير. اليوم عشيل غيجي اليوم، عرفتوا؟ فرحانه، ما قداني فرحه عن طير. قالت كنجمع الدار وكنقاد وكنجفف بحال جاي عندي انسان. المهم اليوم غيجي، ما عارفاش كيفاش تكون ردة الفعل ديالو. دابا تقريبا شحال نقول لكم، تقريبا 5 شهور قل نهار. المهم انا في بالكوني، ما خرجتش، كنخرج نتشمش في النعاسه، كنوجد لها الماكله ديالها، دايره راسي واحد الزيت ديال دعاء كوزميتيك عاوتاني. المهم هاد البلاصه هادي ديال ستاسيونمون شتوها، ديالي، ديال طوموبيلتي اللي ما شريتش. الصراحه ما فيهاش لي سوق، والله سوقت في المغرب بزاف تتقهرت، قلت هنا والله لا سوقت. دابا سورتو في الصيف قلت غنبقى نهز بنتي، نبقى نهزها في البوسيت ونمشي ندور، ركب في المترو، توحشت المترو، توحشت البوس، توحشت كلشي، توحشتو. اي شنو اخر كنبغي نهضر معكم بزاف، عرفتو؟ ما كنسخاش بكم. المهم دابا البارح بعد واحد الحاجه، كنشكر كاع البنات ديال مونريال، جميع البنات ديال مونريال، ديال لونغوي، ديال اللي المغاربه والجزائريه والتونسيه، شكرا لكم بزاف 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 على اي حاجه. المهم هو كنشكركم كاملين واحد بواحد، الرجوله والانوثه والمروءه وكلشي فيكم، بوسه كبيره. دابا غنوجد لبنتي الماكله، درت لها القريعه زائد هذا 100 غرام ديال القرعه زائد واحد تفاحه الا الربع، نسلقهم في واحد 250 مليليتر ديال الماء، وغنزيد معاهم شويه ديال الشوفان. انا ما عنديش الشوفان، ولكن عندي بحال سيريلاك ولكن هو فيه الشوفان، دونك هذا كنزيدو معاهم حتى الاخر، وغندير له واحد شويه ديال القرفه. موتوا بالسم، لا ما تموتوش بالسم. عرفتوا ميمي راه صاحبتي، عرفتي كتقتلني بالضحك، والله العلي كنقيل نهضر معاها وكتقهرني بالضحك، سورتو في هذاك البلان ديال الحدود وفرنسا وبنغريف. ممكن نصور زعما راسي شنو كندير في الدار، والله حتى كنسمح، خصوصا الا كنت لابسه شي بيجامه قصيره، خصني نبقى نبدل وندير 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 باش زعما ما نلقاش راسي في انستغرام شي تفاضيحات نهار جيت الحلق روتيني اليومي. زعما سخا صراحه، زعما ماشي شي فورما ديال روتيني اليومي، ولكن المهم نلقى راسي في شي باج ولا الله اعلم. المهم اللي بغيت نقول لكم دابا هو انا جالسه كنخدامه في الدار، ها نتوما شوفوا هنايا هادشي، هاد الحوايج هادو، هادو لي جوي ديال الفنه، شي حوايجات. هاللبس هادي انا نقول لكم شنو، حيت جاتني واحد لابيل، جاتني واحد لابيل دابا من عند واحد السيده متابعه ديالي، كنقول لها شكرا بزاف بزاف، حيت مسكينه سمعتني كنقول في لا فيديو باللي انا محتاجه البلاصه لبنتي على الكاردوري، على ود انا غنبدا قرايه. المهم فهموا نتوما، راه حيت انا كتهضر في النوم وخصني نزرب. ايوا هي هضرات مع السيده وداك الشيء اللي عندها ريسبونسابل ديال واحد الكاردوري، هضرات معاها وقالت لها باللي زعما تعطيني البلاصه ديال بنتها حتى هي مازال ما غتبدا القرايه. ايوا وعيطت لي وقالت لي عافاك المسيري عندها دابا ما بين الوحده والجوج، او 12 والجوج، الوحده والجوج، فوالا الوحده والجوج، باش نلقى السيده تما ونهضر معاها على ود البلاصه الفنه باش نشوف. المهم دابا انا مشاعري ما نقدرش نقول لكم عليها، انا هضرت معايا وهي عاتي جاتني الغبينه، ولكن المهم دابا حنا غنمشيو نشوفو وديك الساعه. المهم ديك الساعه نتوما معايا تعرفوا التفاصيل، دابا خصني نزرب البس هاد اللعيبه هادي وشي سروال وشي تخربيقه ونبدل بنتي حتى هي
ويلا معايا اشي مازال عندي حتى العشيه دونك مازال عندي الوقت نخرج نشوف السيده اي اون ميم طون نضرب شي دوره انا وبنتي في هذا البارك اللي حدايا. بقاو معايا. اش كدير ليك واش كدير ليك؟ نلبس لها هاد اللبسه هادي اللي كنت عندها وحده بحال هادي بيضاء وماشي بيج وفيها هادوك الوريضات الزوينات. عندها لولي ديالها عندها كلشي ديالها ولكن ما كتبغيش تنعس في لولي ما كتبغيش تلبس في ديك البلاصه خاصها ديما تكون قريبه لي وصافي. الصراحه حتى هذا ما عرفتش ما عرفتش المهم بقاو معايا. ايوا ها انا بديت معكم الفيديو الفوق وكملته هنايا حيت فنه كانت كتبكي وكان خصني ضروري نهبطها. شنو بغيت نقول لكم اخوت شنو بغيت نقول لكم هو انني ديك النهار ملي قلت في لا فيديو خصني نلقى غاردوري الفنه دخلوا عندي بزاف ديال المتابعات ديالي الله يحفظهم بنات الناس الله يعمرهم دار. المهم هو انني تواصلوا معايا البنات وقالت لي واحد الوحده من المتابعات ديالي انها هي كانت تدي بنتها للكاردوري وبنتي واقيلا كبر من بنتها بثلاث ايام المهم بيناتهم ثلاث ايام ما عرفتش شكون اللي كبير وشكون اللي صغير. قالت لي راه كانت تدي بنتها ولكن ما تبداش هي القرايه دابا دونك نقدر ندي بنتي في بلاصتها. ولحسن الصدف ان هذيك الكاردوري اللي قالت لي هاد السيده هي الكاردوري اللي كنت كنتسنى انا فيها بلاصه لبنتي يعني جوست اكوتي دي شيمو وفيها واحد السيده مغربيه الله يعمرها دار. دابا انا غاده دابا غنشوف ونقول لكم شنو كاين وفنا هي غاده ركبتها هي. وشوفوا ما نهضر لكمش على المشاعر دابا كنهضر على عقلي قلبي خليني من بعد ندويو على قلبي. انا اخوتي مهم مشيت للكاردوري هضرت مع السيده الله يعمرها دار ظريفه بزاف بزاف تعاملت معايا زوين بزاف ولقيت انها هضروا معها بزاف ديال المتابعات ديالي كيوصيوها عليا وداكشي شكرا لكم من القلب. وهضرت معها وقالت لي ان شاء الله هتكون عندها بلاصه يمكن الديبيو ديال شهر 7 اولا الوسط ديال شهر 7. المهم الاهم في هادشي كله هو انني نلقى بلاصه قبل ما نبدا القرايه. قلت لها راه انا ما كنلقاش زعما كيفاش ندير شحال من حاجه سورتو الحاجات اللي خصني نديرهم ونخليها هي في الدار حيت امبوسيبل هنايا ما مكايناش هاد لا بوسيبيليتي هادي دونك انا مضطره انني فيما مشيت نديها معايا الا حاشاكم طواليت والكوزينه وداكشي هما اللي ما كنديهاش معايا اليوم. ولكن ان شاء الله غنلقى لها بلاصه حيت السيده ظريفه وتعاملت معها زوين وهزاتها وهذا ما بغيتش نصور حيت كاينين الدراري صغار وهذا راكم عارفين ما انتردي تصوار وداكشي وتا باغيسبي لهذوك لي بيبي ما كتبغيش تصور وما بغيتش نصور الصراحه حتى البلاصه اللي فيها الكاردوري راكم عارفين علاش وهذا سورتو في هاد الظروف هادي وهاد الملابسات. المهم كنتمنى يا ربي نلقى بلاصه والصراحه السيده بنت الناس سميتها فاطمه مسكينه الله يذكرها بالخير ظرافات باينه فيها مؤدبه وبنت الناس وبنت الخير. ايوا هذا ما كان دابا لقيتوني جالسه فهاد الجريده انا والكتكوته ديالي درنا واحد لا فوتو زوينه ديروا هبطوا لتحت الانستغرام ديالي وغتلقاوها محطوطه. غنوريكم هاد البلاصة اللي كنجي لها هنايا كندوز على واحدين كيبيعوا الربيع المهم بحال داكشي ديال لي جاردان وهذا بحال بيبينيير ولكن ماشي المهم بيبينيير فيها الماتيريال ديال الجرادي. يا روحي يا روحي على التعنيقه يا روحي على التعنيقه يا حبي يا كبده يا غزالي ديما فين ما كنجي نصورك كديري لي هاد الشوها ويلي 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 شعري كيتنتف ماما ماما
وهذا شكون هذا؟ هذه فن، هذه فن عقلتوا عليها اللي وريتكم فيه باش قلت لكم انا حامله. هذا يونيكورن. تيز 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 فنا. جو مابيل فنا اوسي. تا انا سميتي فنا خويتي تا انا. رجينا دخلنا للدار، بدلت عليا وداكشي، حطيت فنا هنايا تلعب شويه مع هاد خرابي قوات ديالها. طبعا كلهم صغيورين، كلهم خفافين، حتى شي حاجه ما هتجيلا على وجهها. وفتيحه في الطريق وجايبه لي اشيل. المهم انا ملي غنكون طالعه بيان سور ما نقدرش نوريكم كي غنشوفوا لا رياكسيون، حيت نخافوا يهرب، نخاف شحال من حاجه طرا. دونك انا غنخلي حتى يطلع للدار، يعني تنطلعوا للدار عاد من هاد الجهه، تنطلعوا للدار عاد نحل عليه باش ما يهربليش في الدروج ولا يخرج لي من الباب ولا شي حاجه. دونك عليها واو ستيكيت كيت كيت والله حتى فرحانه، فرحانه بزاف بزاف انني غنشوفو. كنتمنى يا ربي يعقل عليا، حتى الا ما عقلش عليا ولا شي حاجه راه هما لي شان دايرين بحال هكا، يعني خاصو حتى يولف واحد شويه، يعني يولف يتفكر الريحه يتفكرني. وانا بعدا فرحانه بزاف بزاف انه بغى فتيحه، بغى راجل فتيحه، بغاهم كاملين، بغى وليداتها. وكان كتصيفط لي دي فوتو ديالو فوق الصدر ديال راجلها، كينعس كيسمع القلب، دقات القلب ديالو. دونك كان في ايادي امين. انا فرحانه بزاف بزاف لهذا الشيء هذا، وكنشكر بزاف بزاف فتيحه حيت تعاملت معها بصح بحال ولد من ولادها. المهم خاصني نجمع هذا الشيء هذا ونطوندو انه يجي، مابقاش بزاف. وهانتوما معايا خوتي هكا عزيز عزيز. علاش هذا سميتو عزيز؟ حيت صاحب راجلي سميتو عزيز، وعزيز عليا بزاف، وكيش ماشي كيشبالو دابا انا جاني بحال هو فكرني فيه. هو عزيز عليا ماشي راه شي حاجه خايبه، بالعكس انا كنشبه الناس بزاف الحاجات الاشياء، حيت الاشياء زوينه وما الاشياء راه ما كدير لك حتى شي حاجه. دونك هذا قلت له انت هو عزيز، كنقول له عزيز باش ملي تكبر نقول له صاحب بابك. ها هو عزيز، عزيز لابينو. عرفت وقفه هنايا كنتسنى نشوف الطوموبيله ديالها وقفت ونهبط كنجري حر من الجمر. هيا عرفت قلبي كيضرب، اقسم بالله تقلب. الماتريال ديالو جبتو له كامل، هو باقي ناشف. اشيل 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 ناري فتيحة مسكينة بقات كتبكي بزاف، ولادا كيبكيو. هو اشيل هو اشيل شيل مامي يا حبيبي يا حبيبي، توحشتك بزاف. اوف عرفتو ما قدرتش نفرح حدا فتيحه حيت شتك كتبكي. ومهم هذا المنبر كنقول لك الحسن، شكرا بزاف بزاف على اي حاجه درتيها مع اشيل، وشكرا لوليداتك، وشكرا ليك والفتيحه، وشكرا لكم، والله احسن ناس خليت عندهم اشيل. خاصني دابا ندخلو نطلعو، سمحوا لي بزاف حيت ديتو من عندكم، ولكن ما عنديش كي ندير حتى انا. المهم والله ما عرفت شنو نقول، وحق الله العظيم ما عرفت شنو نقول. شكرا. المهم نطلعو هذا الشيء هذا باش عاد نشوفو الفوق كيفاش تكون الرياكسيون ديالهم اللي يخرج ويجي عندي، حيت دابا ما عنديش كيفاش ندير، عندي بزاف الحاجات. ها نتوما شوفوا عندي بزاف الحاجات خصني نطلعو. يلا ولدي هاتوا بغان زيد ايش اجي 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 ا
هو شويه خصو الوقت باش يولف، ماشي مشكل. وحق الله تبقى فيا الحال بزاف البنات، تبقى فيا الحال. ما عرفتش ولا معصب مني ولا عاشي حبيبي. واه الزين ديالها تقاتلي الدار عاشي. هاك وصافي. اسمح لي اخر مره نمشي شي بلاصه وخليك بوحديتك. اخر مره وانا خليتك شي اصلا بوحديتك، انا خليتك مع فتيحه ظريفه تهلات فيك عاشي. عرفت واحد الاحساس في شكل بزاف اول مره، ماشي اول مره ولكن دابا فنك واعيه وكتشوف وكتعرف وكتشوف وكتضحك. هو مسكين هارب وما عارفش راسو حيت ما كيعرفش، ما عقلش عليها ولا ما عرفت شنو. انا ما بحال ما ولف فتيحه ولف راجل فتيحه بزاف وما عقلش عليا الصراحه بزاف، ولكن كنحاول انني نعاود نتقرب منه حيت هما كيحسوا وفنا كتشوفه كتضحك وهو ما باغيش يجي عنده وكيشوف فيها وهارب وما وخيتك فينا حبيبي، وخيتك فينا، نسيت وخيتك فينا وخيتك فينا. هادي تكلمنا مسكينة ما قبيله وهي باغية تضحك معك. شوف واش غايدير. مش هو ماشي ما عقلش عليا، هو ولف فتيحه ولف الدار لي دابا خصو يتادبط هنا شويه بشويه وثاني اشي جدًا. اشي صافي توحشوك، انا ندير كاين تبع فيديتك في هذا الفيديو. توحشوك. شوف دابا عاد رجع قبيله عرفت وشافني هو يهرب، ماشي هرب ما عرف راسو باش تبلا مسكين. الزين ديالي يا الكبيد ديالي اش كتهرب لي، خليني نصورك. قول لهم جيبو زين. كيوتنس الله شحال زوين ما شاء الله. الله يحفظك يا حبيبي. توحشتك يا بابا، توحشتك يا مامي. عاشي باباك تا هو توحشك تا هو كيسول عليك. تك 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 زدك تك زدك. واش الشويطين ديالي انا كنلعب معاك بحال هكا، نسيتي اللعب ديالنا. الزين ديالي كبيده صافي تصالحنا، صافي تصالحنا كبيده ديالي، تصالحنا حبيبي، تصالحنا مامي صافي. واش تيرا انا ماماك هانت. شو شنو جبت اجي شو والو يلا شو شنو جبت كاوتاني شو والو اشي عشي. ماما عشي. ماما صالحتي معايا؟ هزين say hi. صافي عافك